حذاء الصحفية والناشطة اليمنية ذكرى العراسي ترجم على ما يبدو مشاعر ملايين اليمنيين مما يجري في اليمن. الناشطة ألقت بحذائها على وفد الحوثيين أثناء عقده مؤتمرا صحفيا على هامش مباحثات جنيف، وألقت معه الضوء على ما يجري في العديد من المدن المنكوبة وبخاصة عدن مسقط رأسها. وسرعان ما انتشر التسجيل للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، فعدد مشاهدي الفيديو على موقع يوتيوب تخطى 2 مليون شخص في أيام معدودات وتصدر واجهة اليوتيوب في اليمن، فيما تداول الناشطون عشرات الفيديوهات على اليوتيوب حول الحادثة وحققت نسب مشاهدة عالية. شكرا جزيلا. الحادثة أعادت للأذهان استخدام ناشطين ومعارضين لأسلوب الرشق بالحذاء تعبيرا عن احتجاجهم، أسلوب بدأه الصحفي العراقي منتظر الزيدي في سبتمبر 2008 عندما رشق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بالحذاء أثناء مؤتمر صحفي في بغداد، فيما تعرضت هيلاري كلينتون للرشق بالحذاء على يد سيدة أمريكية كانت بين الحضور بمؤتمر بلاس فيغاس حول إعادة تصنيع النفايات. التعبير عن الغضب لم يقتصر على أمريكا والعراق، ففي باكستان رشق رجل الرئيس السابق برويز مشرف بالحذاء خارج قاعة المحكمة في مدينة كراتشي. وفي إيران تعرض الرئيس حسن روحاني في سبتمبر 2013 للرشق بالحذاء أثناء عودته من نيويورك من جانب مجموعة من معارضي التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى خطى التعبير عن الغضب، تلقى الرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد رمية حذاء شاب سوري أثناء خروجه من مسجد الحسين في القاهرة، وردد الشاب عبارات تهاجم إيران لموقفها الداعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد. ميس عمار، العربية.